39 بلدا، من بينها 31 بلدا أفريقيا وسبعة بلدان أسيوية تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وقال تقرير فاو إن النزاعات الطويلة طويلة الأمد والأحداث المناخية المتطرفة والنزوح سبب مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. وتضم قائمة الدول أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد والكونغو إلى جانب العراق وموريتانيا والصومال، جنوب السودان أيضا والسودان وسوريا وغيرها. في المقابل، أظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإمائي أن أكثر من مليار نسمة حول العالم فقراء، نصفهم من الأطفال، وهذا مع تصاعد الأزمات المالية والكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والصراعات العنيفة التي تهدد بتفاقم المشكلة. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بغداد الدكتور فاضل الزغبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في العراق. أهلا بكم سعادة السفير في هذه النشرة. بداية، متى يتم إطلاق يعني أو إدراج أي بلد ضمن لائحة انعدام الأمن الغذائي في ضمن يعني بالرجوع إلى الأمور التي تقيسونها؟ نعم، هنالك مراقبة مستمرة لمؤشرات انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية. أيضا هما مؤشرين، نقص التغذية العادي ونقص التغذية الحادة الذي يؤدي إلى انعدام أمن الغذائي بشكل دوري وبشكل سنوي. وتقوم الفاو بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى بإطلاق تقريرها السنوي حول وضع الأمن الغذائي في العالم. في مؤشرات محددة تستلزم توفر، هذا أهم شيء، توفر الكالوريات اللازمة للإنسان لكي يقوم بعمله اليومي وقدرته على الشراء. هو الأمن الغذائي فقرتين، الفقرة الأولى هو توفره والفقرة الثانية هو قدرته على الوصول. طيب، للحديث الآن عن البلد الذي يعني يشكل أكثر أو ترتبط به بشكل وثيق وهو العراق، حيث تشكلون يعني تشغلون منصب سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق، كيف تنظرون إلى إدراج العراق ضمن الدول المنعدمة الأمن الغذائي وهو يتمتع بما يتمتع به من الثروة النفطية؟ مش سامع سعادة السفير فاضل، هتسمعني الآن؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسفير فاضل الزعبي، سنعاود الاتصال. عامين. هذه الآن عودة إلى ضيفنا من بغداد الأستاذ فاضل الزغبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو. أهلا بكم أستاذ فاضل مرة جديدة، هل تسمعني الآن بوضوح؟ نعم. كنا نتحدث قبل انقطاع الاتصال عن إدراج العراق ضمن قائمة الدول منعدمة الأمن الغذائي، كيف تنظرون إلى هذا الإدراج بالرغم مما يتمتع به العراق من ثروات نفطية؟ يعني يبدو أن ليس لدينا فرصة اليوم أو يعني ليس لدينا الحظ ليتحدث إلى سعادة السفير فاضل الزغبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية الفاو.